لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كان آخر طوافيه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسخ الهدي ولا جعلتها عمرة. من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا دليل على ما يسمى بالفسخ، وهو أنه إما أن يكون قبل أن يطوف أو بعد أن يطوف يقلب نسكه من عمرة من حج أو قران حج وعمرة إلى تمتع إلى عمرة، وليجعلها عمرة. هذا الفسخ قال به كثير من الصحابة والأئمة، وهو لم يزل مشروعا كما دل عليه قوله: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هذا الفسخ ودخول العمرة في الحج، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد، لا ليس لعامنا هذا فقط بل لأبد أبد. وهذا يدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج، وذلك لمخالفة المشركين، وأن هذا النسك هو أفضل المناسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه، وإنما لم يفسخ صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي. ومن أهل العلم من يوجب التمتع، منهم ابن عباس رضي الله عنه: إذا طاف بالبيت، يقول: من طاف بالبيت فقد حل، شاء أم أبى سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ويرى أن الإفراد والقران لمن ساق الهدي أو لمن لم يأتي البيت، فيذهب مباشرة إلى عرفة أو إلى منى وعرفة دون أن يطوف بالبيت. قال جابر: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. لأنه كان شيء عظيم جدا عندهم إن حد يتحلل قبيل الحج، أن يؤدي عمرة ثم يتحلل منها قبل الحج في أشهر الحج. قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، لماذا؟ لأن فاطمة لم تكن قد ساقت الهدي، وبالتالي جعلت طوافها وسعيها بالبيت عمرة. قال: ماذا قلت؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. وهذا يدل على جواز إحرام مبهم أو مثل ما يفعل فلان ثم يصرفه إلى ما يصلح،
ولما كان علي رضي الله عنه بهذا صار قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقال هو إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، حبا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لسنته وإن كان لا يعلمها في اللحظة التي قال فيها ذلك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. أيوة، علي رضي الله عنه أيضا ساق الهدي من اليمن، ولذلك كان الهدي مشتركا، 100 ناقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب، وكلاهما ساق الهدي، فصار علي قارنا وفاطمة متمتعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، وعائشة كانت متمتعة ومنعها الحيض من الطواف، فأدخلت الحج على العمرة يوم 8 فصارت قارنة. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. سبحان الله، الواجب 7 بدنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة مع علي رضي الله عنه الذي أشركه في هديه، وهذا يدل على استحباب الإكثار من الهدي. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أضحية في المدينة، ولا علي رضي الله عنه ترك أضحية في مكة ولا في المدينة، فالأفضل أن يكثر من الهدي بدلا من أن يفعل ما يفعله الناس اليوم، أن يترك أضحية يوكل بها غيره ويأتي للحج. السنة أن يزيد إن شاء في الهدي، وإن كان ذلك لا يمتنع، والله أعلى وأعلم، ولا يترتب على ذلك إن كان له أضحية أن يترك من قص شعره وأخذ من أظفاره إذا تحل من العمرة في أيام العشر. قال جابر فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. لماذا قصروا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين 3 ثم ذكر المقصرين 1 لكي يوفروا شعرهم للحج، فمن اعتمر قرب الحج بحيث لا يدرك أن ينمو الشعر بغزارة فيستحب له أن يقصر وأن يجعل الحلقة في الحج. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان ساق الهدي كعلي، أو من كان ساق الهدي ممن كان مفردا الحج، فهذا يدل على فضل حج التمتع ثم القران ثم الإفراد. وهذه المسألة وقع فيها خلاف كبير بين الصحابة، وهي المسألة التي قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعروة بن الزبير، لما قال ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فقال عروة وأبو بكر وعمر كان ينهيان عنها، فقال ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون أبو بكر وعمر. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم على عمر نهيه عن التمتع، منهم عمران بن حصين وابن عباس وغيرهما، وأنكر علي رضي الله عنه على عثمان نهيه عن متعة الحج. وهناك قول بأن عمر لم ينهى عن متعة الحج، ولكن الذي نهى عنها عثمان، وقالوا عمر لم ينهى عنها، ولكن الظاهر أن عمر كان ينهى عنها فعلا. وعلى أي الأحوال، ننظر في هذه المسألة العجيبة أن كل العلماء هجروا القول بالنهي عن التمتع، مع أن القائل به 3 من الخلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان على المشهور.
تعظيم الأئمة للسنة وتعظيم الصحابة للسنة جعلتهم يتركون قول ثلاثة من الخلفاء، الرابع علي رضي الله عنه يخالفهم ويشدد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، ولذا لما نهى عثمان عنها لبى علي رضي الله عنه بالعمرة متمتعا. وقد كان قصد الخلفاء أن لا يهجر البيت وأن يظل الناس بين حج وعمرة، وإلا فلو أدوا العمرة مع حجهم يوشك أن لا يرغبوا في حضور البيت طول العام. فسبحان الله، الأصل أن يرغب الناس في الحج وفي العمرة، وهذا غرض الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين نهوا عن التمتع حتى يكثر قدوم الناس حول البيت. أصبح هناك من يشدد على الناس في قدومهم حول البيت، أسأل الله العافية. هذا الأصل الذي بيناه في هذا الموطن، أن العلماء والأئمة جميعا لم يقل أحد منهم بالنهي عن التمتع ولا حتى ناهي تنزيه، وإنما أقصى ما يذكرون أن الإفراد أفضل أو القران أفضل. فالشافعي ومالك يقولان بأن الإفراد أفضل، وأبو حنيفة يقول القران أفضل، وأحمد يقول التمتع أفضل وهو أصح الأقوال. وانقرض القائل بالنهي رغم كبر من قال به، لأن السلف يعظمون الدليل ويقدمون السنة على قول كل أحد، وأن الخلفاء الراشدين إذا اختلفت أقوالهم لم يكن قول بعضهم حجة، وإنما الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف التمذهب المتعصب الذي يؤصل له البعض أنه الحقيقة الوحيدة، الطريقة الوحيدة للتعلم، رغم أنها لم تكن كذلك في القرون الثلاثة الأولى، بل كان التعلم للقرآن والحديث ثم روايات الصحابة وأقوالهم ثم من بعدهم مع تقديم الكتاب والسنة ضرورة. والبعض ينهى عن اتباع الدليل وينهى طالب العلم أن يسأل عن الدليل، وهذا كله مخالف لأئمة المذاهب المختلفة، فإنهم كلهم متفقون على العمل بالحديث وإن خالف قول الإمام. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يتحلل، فهو ملب من ساعتها، ولكن أهلوا بالحج يعني الذين كانوا قد تحللوا من العمرة. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا هو السنة، أن يخرج من مكة بعد شروق الشمس ضحى قبل الظهر، ليدرك بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يصلي قصرا كل صلاة في وقتها. وهذا عند جماهير العلماء للسفر، ومن لم يكن من أهل مكة فإنه بمجرد خروجه من مكة عاد له حكم السفر، حتى لو بقي كان قد بقي شهرا في مكة، ولذلك تقصر الصلاة في منى. أما من كان مكيا فجمهور العلماء على أنه يتم الصلاة بمنى، لأنه ليس بمسافر، ومن الآن وعرفة ليست مسافة سفر. لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم
أهل مكة بالإتمام في منى وقد خرجوا معه. نقول هذا لأن المسافة كانت في ذلك الزمن إلى عرفة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم مسافة قصر، وقد خرجوا من البلد وفارقوا بنيانها فشرع لهم القصر. وأما في عرفة ومزدلفة فالقصر والجمع فيها للنسك على الصحيح. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة هذا واد قريب من المسجد المعروف اسمه مسجد نمرة. أمر بخيمة تضرب له. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. فعلاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. في هذا الجزء نجد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين فيما اخترعوه من التشريعات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وذلك أن قريشا قالوا: نحن أهل حرم الله فلا نخرج من الحرم، فجعلوا لأنفسهم موقفا خلاف الناس، يقفون يوم عرفة بمزدلفة لأن مزدلفة من الحرم وعرفة ليست من الحرم، وعرفة من إرث إبراهيم القديم، والمشروعية ثابتة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حج قبل الهجرة كما في حديث جبير بن مطعم أنه أضل بعيرا له فخرج يطلبه بعرفة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة واقفا مع الناس قبل أن يسلم جبير، فقال: ما بال هذا من الحمص يقف مع الناس بعرفة؟ وهذا من هداية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو في أول الأمر، وذلك لكي يخالف المشركين. وقضية مخالفة المشركين قضية عظيمة الأهمية، لها أثرها في قلب العبد المؤمن في استقلال الشخصية والنفرة من التقليد الأعمى لأعداء الأمة من الكفار والمشركين وأصحاب الأهواء. والأمة تحتاج أشد الحاجة في زماننا إلى تأكيد هذه الشخصية المستقلة، بدلا من أن يكون الناس يبحثون عما يبحث عنه الغرب ويتطلعون إلى أن يكونوا مثلهم في كل شيء، حتى اهتماماتهم السخيفة من أنواع اللهو المحرم والألعاب وغير ذلك. اللهم إنا نسألك معافاة المسلمين من البلاء. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي وضع عليها الرحل، فأتى بطن الوادي وهو بطن أرنة، وهو مقدمة المسجد الحالي المعروف باسم مسجد نمرة، وهو ليس من عرفة وليس من الحرم، بطن أرنة. ولذلك من يقف فيه لا يصح له وقوف، وهو تقريبا ثلث المسجد الأمامي حاليا. قال: فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا
ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. خطبة عظيمة ما أحوج المسلمين إليها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ خطبته بعد الثناء على الله عز وجل والحمد بتحريم دماء المسلمين وأموالهم، حرمة الدماء التي تسفك في زماننا أسهل شيء، ولا يعتبر الناس بهذا الخطر العظيم، فيقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فيتسلط عليهم الأعداء أكثر فيسفكون دماء المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية. وكذلك الأموال فإنها محرمة، لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، ولا أن يأكل ماله بالباطل. وكذلك الأبشار فلا يجوز أن يمس بشرته بجلد أو غيره، أو ضرب أو غيره، لأن دماء المسلمين وأموالهم وأبشارهم محرمة، كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام، في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. رغم أنه لم يكن في مكة ساعة ما قال ذلك، لكن الإشارة إليه كحرمة بلدكم، لأن عرفة ليست بلدا، وعرنة ليست بلدا، ليست تسكن، وإنما بلدكم هذا، أي مكة المكرمة. فيا عباد الله، عظموا حرمة دماء المسلمين، وحرمة أموالهم، وحرمة أبشارهم، واعلموا أن ظلم المسلمين لا بد أن يترتب عليه أخذ من الله سبحانه وتعالى، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية، وضعها أبطلها، وضعها تحت الأقدام. كل الجاهلية، كل ما كان منسوبا إلى الجهل الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، وكل الأمم الأخرى كذلك، فإنها كلها كانت في جهالات الظلم. فلا يجوز إحياء الجاهلية ولا إعادتها. وقد ورد لفظ الجاهلية في الكتاب في تبرج الجاهلية، وفي حمية الجاهلية، وفي ظن الجاهلية، وفي حكم الجاهلية، وكلها مردودة على أصحابها. وورد في السنة ما تسمعون في هذا الحديث: ثأر الجاهلية، ودحول الجاهلية، ودماء الجاهلية، وورد وأيضا ربا الجاهلية. فكل هذه المعاني يجب هدمها وتركها وإبعادها وعدم تعظيمها مهما أدت إلى مصالح موهومة في ظن قائليها. نسأل الله أن يعيذ المسلمين من كل أحوال الجاهلية وأصنافها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، فقال: وأول دم أضع دم من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. دم ابن ربيعة ابن الحارث كان طفلا مسترضعا في بني
في بني سعد فقتلته هذيل، ومع ذلك لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت هذيل وأسلم الجميع، لم يطالب بثأر الجاهلية وذحول الجاهلية. وبدأ صلى الله عليه وسلم بوضع ربا الجاهلية بالعباس، فإنه كان له ربا كثير فأبطله صلى الله عليه وسلم، ولم يعد للناس إلا رؤوس أموالهم. ثم الوصية بالنساء، وذلك لأن المرأة نصف المجتمع، ولأن النساء فيهن ضعف، فوجبت الوصية بهن وبتقوى الله فيهن. فاتقوا الله في النساء، فالذي يعامل النساء لله عز وجل يعاملهن، وليس لأجل أن الأقارب يمكن أن يأخذوا منه ما لا تستطيع المرأة. أقارب المرأة سوف يأخذون حقها، أو القانون. لا، المسلم يتقي الله، يعمل هذا لتقوى الله عز وجل في النساء، يأخذ ثوابه عند الله. وفي تشبيه المرأة بأنها عانية، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، دليل على أن المرأة لا تفارق بيت الزوجية إلا بإذن زوجها وبكلمة الله، أي بشرعه سبحانه وتعالى الذي شرع فيه جواز النكاح. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، ليس المقصود الزنا، بل المقصود أن يجلس على الأريكة أحد يكرهه الزوج، بد وأن يكون بإذن الزوج وممن يرضى دخول بيته. فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، لا يحدث شيئا ولا يترك أثرا ولا يكسر عظما ولا يشق جلدا. دي علامات مهمة في قضية ضرب المرأة، لا يشق جلدا، لا يكسر عظما، لا يحدث شيئا، يعني علامة. هذا الضرب غير المبرح بعد ما ذكر الله في القرآن: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وهو على الترتيب عند حبر الأمة وعالمها ابن عباس رضي الله عنه. يعني لا ينتقل إلى الضرب غير المبرح إلا إذا فشل الوعظ والهجران. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.